يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضراتكم بشكل بسيط جدا على فكره الاكل السهل والاكل البسيط، الاكل السريع. اول طبق النجرسكو، ثاني طبق عند صدور الفراخ هتتعمل بشكل حلو جدا مع صوص الليمون مع صوص المستارده، الطبق الثالث مع حضراتكم هتتعمل شوربه الخرشوف بشكل برضو بسيط جدا وسهل. هتكلم بالتفاصيل على كل طبق، هتكلم بالتفاصيل كده على كل حاجه بنعملها في الطبق عشان تبقى واضحه وتعمل ازاي. فكرة فيها بتبقى تعليمية سنة، فكرة فيها بتبقى يعني مش العفو طبعا من كلمة التعليمية، ولكن بحاول اوضح بس الامور بشكل بسيط لحضراتكم وسهل. طيب نبدأ بأول طبق نتكلم عنه بالتفاصيل ونعرف احنا رايحين بنتكلم على ايه. النجرسكو. النجرسكو طريقة واثنين وثلاثة واربعة، اهم حاجة الطريقة اللي تمشي معانا هي فكرة النجرسكو. ان بعض الناس تقول لك لا احب اخلي البشاميل في النص متقلب مع بعض، وناس تانية تقول لك احب اخلي البشاميل على الوش زي المكرونه البشاميل، وناس تانية تقول لك احب احط فراخ، ناس تقول مش عارف ايه، كل واحد له طريقه. انا هعملها بطريقه تمشي مع كل الاطراف كلها، نحط من جوه نحط من برده على الوش، يعني يبقى كل حاجه ماشيه مع حضراتكم. دي مرقه بتغلي عندي هسيبها عندي على جنب، دي بتاعت الشوربه او ارحلها كده على جنب بحيث ان برده ابدا اشتغل. دي كسرونه هعمل فيها البشاميل، او ممكن نجيب بشاميل كسرونه اكبر بحيث ان هي بشاميل عايز اعمله بكميه اكبر يبقى الموضوع واضح. مثلا دي على ما اعتقد اكبر شويه، وكمان 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 نجيب عندنا طاسه سخنه، كل ما اشتغل قدام حضراتكم هنا الناحيه دي. الطاسه دي هنبدا نشوح فيها كل حاجه ليها علاقه بالفراخ او بالخلطه اللي مع الفراخ. سنه زيت الاول، بسم الله كده اجيب عندي الفراخ هتبلها الاول مع نفسي على جنب كده بسنه ملح بسيطه، لان عندي جبنه اهو، وفلفل اسود عشان الزفاره كده اهو، وكمان وكمان سن بابريكا تخليها محمره كده شويه، ونبدا ننزل على طول بمعلقه ونشوح على طول اهو. اهم حاجه النار تكون حاميه تنجز معايا، وما تخليش الفراخ تجيب ميه فتبقى فيها زفاره او ريحه زفاره. وانا شغال الناحيه دي هشغل النار عشان اعمل بشاميل. بشاميل انا هعمله بطريقه حلوه جدا. كلنا عارفين طبعا ان احنا ممكن نعمله بالزبده والدقيق، ده طبيعي، بس طبعا في عبوات كلكم عارفينها طبعا اكيد. كيس بتتباع في السوبر ماركت جاهزه. كيس موجود الكميه بتاعته بجيب قدامها كوبايتين لبن. كلنا يعني نقدر نعمل الكلام ده كله بطريقه سهله، هو بيبقى كريمي شويه عن العادي، بيبقى سهل. برضه ما فيهوش اي مشكله خالص، ويبقى فكره الزبده والدقيق بعض الناس بتبقى عندها مشكله، هو ده اللي بتكلم عنه بالاخص. فالكيس ده بنجيبه كلنا عارفين ان هو كنور اللي هو الاخضر موجود في كل حته، بيتعمل كيس متفك بيبقى عندي بالكميه دي، بحط عندي كميه اللبن ما بيبقاش سخنه ولا بارده اهو، تبقى يعني ما بين البنين كده تدفى سنه. بحضر عندي مضرب وهبدا هشتغل واحده واحده. هرجع للفراخ وانا شغال، اول ما تتشوح بالشكل دوت اللون بتاعها بدا يحلو زي ما حضراتكم شايفين اهو. ما حطناش حاجه غير بس لما كلها تاخد تسويه واحده او لون واحد اهو كده اهو. تقليب مستمر على نار حاميه، الطاسه قدام حضراتكم اهو كده، وهبدا بقى اشوف احط لها ايه، بصلايه فلفلايه كل حاجه واحده واحده. مش عايز اخش في طبق تاني عشان بس يبقى ماشيين زي ما احنا متعودين دايما كل سبت وحد، بنحب نعمل طبق لوحده فاصل كامل وواضح عشان نبقى مطلعين الطبق واحنا عارفين بنعمل ايه. خلاص كده الالوان كلها بقت زي بعضيها، شايفها حماده. هجيب عندي بصلايه حلوه كده انزل بيها اهو، اقطعها ناعمه قوي كده اهو كده بالشكل ده، وتبدا تدبل تجيب ميتها تديني نفس وتسوي الجزء اللي فاضل من الفراخ. اوسع على نفسي واديها كمان عندي فص ثوم يعلى اكتر الطعم كده اهو، وكمان معلقه زبده. الثوم مع الزبده بيعلوا تيست جدا. معلقه زبده كده صغيره اهي، شايفها قد ايه حماده، يفرق بس الطعم معايا ويديني نفس كويس. هعمل صينيه حلوه جدا فيها المكرونه، طبعا اي مكرونه بستخدمها عندي ما عنديش مانع، عايز استخدم مكرونه فوزيلي، فوتيتشيني، بني، سباكيتي، اي حاجه ما عنديش مانع اهو كله مع بعضه. وانا شغال هعلي النفس كده شويه ببخ فلفل اسود
الريحه معايا تبدا زي ما عارفكم شايفين مع الثوم ومع الزبده اه كده اهو. هبدا انزل عندي بيه كمان المشروم وكمان الفلفل الالوان مع بعض ويتقلبوا شويه. هاجي هنا عندي بالمضرب وهنزل عندي بكميه البشاميل بتاعتي او الباودر بتاع البشاميل كده وابدا اقلبه كله مع بعضه على النار الدافيه، ولا هي سخنه قوي ولا هي بارده. ممكن اعليه وازود طعمه واديله عندي ربع مكعب مرقه في النص اهو يعلم معايا التست، ولا ملح ولا اي حاجه. خلاص يتقلب، هتلاقي المعيار مكتوب على ظهر الكيس ومعمول بشكل بسيط جدا وسهل. عايز اعمل الزبده والدقيق ما عنديش مانع، ثلاث اربع معالق من الزبده قدامهم نفس الكميه من الدقيق عشان يبقى كل حاجه نفس الحجم عشان تبقى مظبوطه معايا في التسويه بتاعتها. بقلب هنا البشاميل بدا يتقل هنا تمام، برضو عندي الامور بقت واضحه قدام حضراتكم. هبدا هضيف اي اضافات تانية من دلوقتي لو حبيت، ما عنديش اي مانع خالص. حطينا كل حاجه، كل حاجه قدام حضراتكم مستويه مظبوطه. هنا البشاميل بتاعي تقل اهو، شايفه يا حماده اهو، هسيبه من على النار. هبدا احط عندي كميه الزيتون، احط عندي كميه الجبنه كلها كده اهوت، وفي جبنه ثانيه هتحطها على الوش. ارفع من على النار وتعالى نقفل البايركس ده معلم مع بعض اهو. وعندي كمان حبه بقدونس حلوين في النص كده، واجيب عندي البايركس ونقفل. اهو كده اهو بشاميل، شايف يا حمودي؟ اه شايف القوام عامل ازاي؟ خفيف جدا. بحط الاول حبه في الارضيه بحيث ان هو ما يلزقش مني وانا بقفل الطبق. وهجيب عندي بوله فاضيه، وهجيب عندي المكرونه بتاعتي مسلوقه هنا كده اهو، ماشي الكلام. حبه بشاميل عليها، واقلب المكرونه مع بعض والبشاميل منها تفكها لو هي بردت، ومنها بقت كلها فيها ايه؟ بشاميل. واجيب عندي حبه خلطه حلوه وهقلب الكلام ده كله. بص الجبنه بقى عامله ازاي؟ انت معايا يا حمودي ولا فين؟ محمد يا خالد؟ ماشي. وانزل عندي كده حبه في النص، ماشي يا فندم. اقلب ده كله مع بعضه، شايف المنظر عامل ازاي؟ اه كده اهو. واروح اعمل ايه دلوقتي بقى؟ والله انا عندي فكره حلوه قوي، احط كله مع بعضه يبقى زي البشاميل شويه، زي ما كانوا البشاميل كده، طريقه سهله برضو اه. كل ده كله يتقلب مع بعضه كده اهو. اوسع لنفسي، هنزل بالكميه كلها في قلب البايركس بالشكل دوت اهو. هجيب بس حاجه انزل بيها كل الزيادات دي وساوي كله واخد كل حاجه اه. شايف الجبنه عامله ازاي؟ بقيت البشاميل بتاعي هبدا انزل بيه بالشكل ده. انت تأمر، انت تأمر يا حبواب عينيا. فاكر طبعا، فاكر احنا كنا في بورسعيد الكلام ده، فاكر كان من كام سنه، من كتير. ده شعب محترم جدا والله، والله انا فاكرهم يعني، عملوا معانا وجبات جامده قوي اهل بورسعيد، ناس محترمه والله. ابدا ننظف حوالينا. اسكندريه برضو احنا لفينا والله الحمد لله، لفينا من زمان، ما كانت حتى وقت ما لفينا المحافظات دي لو انت فاكر، شوف من كام سنه. وبعدين كل محافظه كنا نروح نصور فيها كان جديد فكره المطبخ، ان نصور في محافظات ما كانش حد بيروح اصلا او بيفكر ان ينزل يروح للناس دي ويتفرج معاهم على الاكل بتاعهم ويشوف اخبارهم بيعملوا اكل ايه وبيشتغلوا ايه. ايه المطبخ البورسعيدي؟ ايه المطبخ السويسي؟ ايه المطبخ الاسكندراني؟ الحاجات دي كلها احنا من اوائل الناس الحمد لله في مصر، نزلنا بكاميرات ونزلنا بكل الكرات وننزل ونلف ونروح. بس الحمد لله النتيجه جت ان احنا عرفنا كل الناس بتاكل ايه، وضحنا كل مطبخ فيه ايه على الشاشه. وبعد كده كمان الحمد لله لقينا الموضوع اتطور،
عملنا افكار بعديها مختلفه، ناس زمايلنا موجودين برده عمل هي نفس الافكار وطلعت برده على الشاشه بطريقه حلوه. ده كله اكيد بيطلع كل حاجه مستخبيه في المطبخ المصري كله. دي تخش على الفرن تاخد وقتها، يعني لون لطيف. نطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل.